صباح الخير يا أستاذ محمد الوكيل، أنا عمر القضاء معك. أنا كنت أمن حماي في الحفلة اللي صارت في غمدان، على حفلة عيد قلق. أقسم بالله العظيم إنه يا حيف على هيك جيل، يا حيف على هيك جيل. يعني أكبر واحد وأكبر وحدة أقل من 18 سنة، ولبس غير هاللبس والله، ودخان وتكفير. والبنت بس تشوف الشباب بالأحضان، وحبيبي اشتقت لك، والبنت تتسلم مع 4 5 شباب، وآخر النهار أقسم بالله شربوا، والبنات صاروا يعيطوا، ريحتهم طلعت، ريحتهم مشروب، بدهم يروحوا مش عارفات يروحوا، وضلهم للساعة 9 و10 بالليل يرقصوا، وهاي قاعد بحضن هاد، وهاد قاعد مع هاي. يعني أقسم بالله العظيم تفلت أخلاقي على الآخر. يعني أقسم بالله هذا الجيل اقرأ عليه السلام، خلاص انتهى على الكامل.